على من يجب الصيام؟ على من؟ من الذي يعرف؟ نعم. على العاقل البالغ القادر. واحدة. ما شاء الله تبارك الله. أحسنت. على المسلم. يجب الصيام. يجب الصيام على المسلم. طيب يا اخوان، أصلا الكافر يؤمر بالصيام أو بالصلاة أو بالحج أو بالزكاة؟ لا، يؤمر بالشهادتين. لماذا تقول أول أمر من هذه الأمور ما يجب على الصلاة تقول من يجب عليه الصيام تقول المسلم؟ لماذا ذكرت الإسلام؟ لأن هناك إخوان من يصوم لكنه مشرك، الشرك أكبر. صيام باطل. كيف يصوم ويسب الرب؟ أنا يصوم. طب هذا صيام باطل لا شك فيه. يصوم وهو يذبح للجن والأسحاب القبور ويطوف بالقبور ويستعيذ بهم، هذا صيام باطل. إذن أول شيء لا بد أن تفتش عنه حتى يكون الصيام صحيح على الإسلام. مهما يكون إذن يجب الصيام على المسلم. طيب سؤال، رجل يصوم لكن لا يصوم، رجل يصوم لكن لا يصوم وقال أنا بإذن الله أصوم، نعم غير مقبول، عبادة ناقصة. أنا غير مقبول، هنقول غير مقبول. فهذا يقول له اسمع ما تصلي أيضا لا تصوم، امشي. يعني معناته يقول امشي، لا صيام ولا صلاة، ورقى بلا صيام ولا صلاة. لا خطأ، الذي لا يصلي ويصوم تخوف بالله، تخوف تقول اتق الله كيف ما تصلي؟ إذا ما تصلي قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيني وبينه الصلاة والثورة فقد كفر. تريد أن تكون كافر؟ إذا مت ما نصلي عليك ولا تكفر وتدفن مع كافر وتحشر، نسأل الله السلام العافية، مع إبليس وفرعون. هذا رفقاءك في جهنم، نسأل الله السلام العافية. ولا لا بد أن تصلي ونحن نساعد وتأتي معنا كل يوم إلى المسجد ونتصل عليك في صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء وتتابع ليل نهار، تقول ما يمكن أترك إبليس، صحيح؟ أما تقول لا ولا تصوم ولا تصلي وكذا، لا ما يصير. تقول أنت كافر وتحكم على الكفر، من يحكم على أشخاص بالكفر والعلماء؟ أنت تخوفه بالله. وما يمكن الإنسان مسلم يتكسر، مفهوم؟ ولا يترك الصيام كذلك. نعم. طيب اذا يجب الصيام على المسلم خرج بهذا الكافر، اذا لا بد ان يصحح التوحيد قبل دخول الشهر. الثاني. نعم. الثاني المسلم العاقل البالغ المسلم العاقل خارج بهذا المجنون، هل يجب الصيام على المجنون؟ لا، نرفع عنه القلب. طيب سرعة، الذي يعرف يرفع اسمه، عمان اللي يتكلم عنك يرفع اسمه اللي يعرف. هل يجب الصيام على السكران؟ أم لا؟ اللي يعرف يرفع اسمه. هل يجب الصيام على السكران؟ نعم أم لا؟ لا يجب. يعني معنى هذا، هذا يقول جزاك الله خير، أنا أشرب خمر وليس علي صيام لله. صحيح؟ الصلاة قال أيضا لا صلاة عليك، يشرب خمر يقول لا صلاة ولا صيام، الحمد لله. أراح يقول لا. يصح؟ لا، هذا يشرب الخمر. نقول له اسمع، يجب عليك الصيام ولا تشرب خمر وتصوم. صحيح؟ نعم. لأن الآن المجنون
جنة الاحتيال؟ لا. والسفر إذا مجنون زيادة. إذا ما يمكن أن نقول السكران لا سيام عليه، نقول تصوم وتترك الخمر ولا بد. طيب البالغ خرج بهذا غير البالغ أي الصغير، فهل يجب الصيام على الصغير؟ لا، لكن الصغير يخاطب من وجهين، نخاطب الصغير من وجهين، نخاطب مباشرة الصغير نقول استحب لك أن تصوم، ونخاطب وهي الصغير نقول لابد أن تعود الصغار على الصيام. من العجب لو تسأل أي واحد فينا هل رأيت يوم من الأيام والدتك أو أختك أو خالتك أو عمتك أو جدتك مفطرة في نهار رمضان وهي معذورة بحل؟ يقول لا. حتى الزوج يقول ما أراها تأكل أمامي أبدا. لماذا؟ تستحل. لكن هناك من ليس معذور أمام الملأ عيانا جهارا يفطر في نهار رمضان حتى بالدخان، صحيح؟ هذا محال رب العالمين مجاهد بالمعصية. المرأة وهي معذورة ما تراها حتى الزوج يقول ما أراها، والله صحيح هذا واضح. طيب إذا الإسلام والعقل والبلوغ، وقلنا غير البالغ يعول على الصيام، وكان السلف رضي الله عنهم يأتون بالصبيان إلى المساجد ويعطوهم شيء من الألعاب حتى يلسوا الطعام والشراب. نعم. والولي يعود على فعل الطاعات وترك المنكر. ما بماذا نعرف انه هذا بالغ؟ كيف نعرف انه هذا بالغ او غير بالغ؟ ما هي علامات البلوغ؟ كيف نعرف لو هذا قال انا بالغ او لا؟ اصوم او لا اصوم؟ ماذا نصنع؟ علامات البلوغ ثلاثه، هذه عند الذكور وعند الاناث. الاول اتمام 15 عام، إذا أتم 15 عام. والثاني الاحتلال. والثالث إنبات الشعر الخشن حول الغبن. هذه ثلاثة أشياء يعرف بالبلوغ عند من؟ عند الذكور وعند الإناث. تزيد المرأة أمر رابع وهو الحيض، مفهوم؟ نعم. من يعد لي هذه الأشياء الأربعة؟ الأول 15 سنة، إتمام 15 عام. الثاني إنبات الشعر الخشن حول الغبن والاحتلال عند الذكور عند الإناث. تزيد المرأة بالحيض. واحد تكفي في علامة البلوغ، صح؟ احتلال بعد. طيب نعم، أن يكون قادر، القادر. صحيح. خرج بهذا المريض، صحيح، خرج بهذا المريض. هل يجب الصيام على المريض؟ ننظر حسب المرض. الله حسب المرض. ما يضر به إلى صار فهذا لا صوب. أحيانا يجب على الفطر في نهار رمضان، يجب نقول واجب ويقوم بأيديهم على التهوك بريد بفقد دم. وقال له الطبيب إذا توقفت عن أكل الشرب صمت قد تموت. هذا لو صام لو آمن. طيب الثاني جرح في إصبع، فتسأل لماذا لم تصم؟ قال المريض يصح؟ لا يصح. إذن عطاس، زكران، جرح في الإصبع، هذا ليس بالمريض، مفهوم؟ إذا المريض ما يضر به إذا صار سكر. نعم سكر. نعم. مقيم فتح الله عليه، خرج بهذا المسافر، ما قال مقيم، خرج بهذا المسافر
هل يجب الصيام على المسافر؟ لا يجب عليه الصيام، لكن الأولى المسافر أن يصوم إذا لم يشق عليه. لماذا الأولى للمسافر أن يصوم؟ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. الثاني أن هذا أسهل على الكلام. الآن عندما تصلي مع التراويح مع الناس تصلي ما شاء، ولو صليت واحدة قد لا تصلي أو تصلي ركعتين أو ثلاث ركعات. الصيام مع الناس أسهل، هذا الثالث. الثالث إدراك فضيلة رمضان. الرابع أن قد تؤخر، وأنت تعرف أنه كان عليك أحيانا قضاء أخرت إلى فترة، وقد تمر وقد تموت وما إلى ذلك. إذا المسافر لا يجب عليه الصيام ويجب عليه القضاء إذا أفطر، لكن الأولى بالمسافر أن يصوم ما لم يشق عليه. السادس تمييز فتح الله عليه. الله يبارك فيك. الخروج من الحيض والنفاس، مرأة مسلمة عاقلة بالغة صحيحة مقيمة نزل عليها دم الحيض والنفاس يحرم في حقها الصيام. نعم، هذا الأمور ستة، من يعيد عليه؟ الستة كاملة. يلا بسم الله. يجب على المسلم العاقل البالغ القادر الصحيح المقيم والخروج من الحيض والنفاس للمثال. من يعيد على الستة؟ نعم، المسلم عاقل بالغ صحيح الخلو من الحيض والنفاس مقيم الخلو من الحيض والنفاس مسلم بالغ صحيح حيض والنفاس خلو من الحيض والنفاس مقيم لا أتكلم. نعم الشيخ قادر مسلم مقيم عاقل بالغ صحيح مقيم خالد من حيض والنفاس.